السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة الخروب. عيد مبارك سعيد بمناسبة هذه الأيام المباركة اللي كنعيشو. الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة. رجعنا مرة أخرى في سلسلة جديدة من الفيديوهات على شجرة الخروب والعناية بشجرة الخروب. بما أننا في بداية ديال فصل الصيف فضروري نعرض لكم التطور ديال الأشجار اللي كان في فصل الربيع، بحكم ان فصل الربيع هو الفترة اللي كتكسر فيه الشجرة طور السكون وكتبدا بالنمو، وان كان كتوجد النمو السريع اللي كيبدا في الصيف، لان النمو السريع ديال شجرة الخروب كيبدا تقريبا في اسيما في المنطقة اللي حنا فيها، حنا كيبدا في الصيف ماشي في الربيع، ماشي في اي وقت اخر، من شهر 7 حتى الحدود شهر نهاية ديال شهر 11 كنشوفو تبارك الله واحد النمو كبير وكبير بزاف اللي كيكون ديال الشجرة. على ذلك كتدخل الشجرة في فترة السكون ابتداء من شهر من الاخر شهر 11 في الحدود الاخر بداية الربيع وكتكسر طور السكون. الان كما كتشوفوا هاد الشجرة هادي هما تبارك الله كاملين هادو فيها نمو جداد، الصحة ديالها جيدة الحمد لله. هادي الشجرة كانت تغرسات عندها عام في الحقيقة، وإنما حولناها في شهر 10، لأن كان المشكل ديال التراصاج كما كتعرفوا عندنا هنا في الضيعة، حولناها في شهر 10، ولكن الآن راها انطلقات من جديد. هادو كاملين كتشوفو نمو جديد هنا، هما براعم صغيرة مازال خارجة. هادو أغصان تقريبا راهم مكونة راسها، هادو فروع رئيسية اللي خارجين، ها واحد ها جوج هذا في الرئيسي، ها ثلاثة كاين اللي طالع الفوق في الرعام مزيان ما كتشوفو الجذع الرئيسي هو هذا، هو تبارك الله غلاض. اذا هذا الشجرة راها الحمد لله راها في صحة جيدة وغادية وكتطور راسها كما كتشوفو النمو الجداد. هما هاد الحمر هادو خارجين كما كتشوفو هنا. السقي كما قلنا السقي ضروري في هاد الايام ديال الحرارة، 70 يطرو كل اسبوع او كل 10 ايام على اقصى تقدير. بالنسبه لفصل الربيع كتكون 70 يترو كل 10 ايام، بالنسبه لفصل الشتاء او الخريف كتكون 70 يترو كل 15 يوم. كل ما برد الجو كل ما كنخليو كنزيدو بالمده ديال السقي. هذا مثال ديال الشجره اللي حولناها. نعطيكم مثال ديال شجره اخرى اللي ما هذا غرسناها في شهر 10 اللي ما تحولات ما والو، خلصناها في شهر 10 هي الحمد لله انطلقات. لان كما كتعرفو الشجر ديال الخروب كيعطي انطلاقه، كيتعطل في انطلاقه شويه هما النمو الجداد. هادشي كامل جديد اللي كتشوفو هنا، هاد الاوراق الخضراء هذا كامل جديد، وهادو يعود ديالها مزرقه كما كتشوفو. الطول ديالها تقريبا واحد 60 حتى 70 سنتيم، لان فاش تغرسات كانت فيها يلاه 30 حتى 40 سنتيم. دونك في شهر 10 بقات نيشان الوقت ديال كانت فترة السكون، دونك من الربيع لهنا دابا عاد كتكون المجموع الجذري ديالها، عاد كتثبت الجذور ديالها في الأرض. هادي من هنا لشهر 11 إن شاء الله تفوت تكون واحد المتر و30 حتى المتر و40 وتفرع مزيان. هادي الشجرة كملت العام تبارك الله كما كنشوفو. إذا كنت وريتها لكم شحال مرة في فيديوهات هي مرة أخرى. هذه الشجرة سنة كاملة مكونة راسها براسها، ما احتاجت لا تقليم لا حتى حاجة. لأن نذكر مرة أخرى كما قلت في فيديو سابق تلقاو في صندوق الوصف، وكنقولها وكنكرر عليها، الخروب التكوين ديالو أو التقليم ديالو ماشي بحال التقليم ديال الأشجار الأخرى. الخروب إلا بغيتي تقلمو تقلمو في حالات محصورة، كدير له تقليم التكوين في الأول إلا ما عطاتك الشجرة بحال هكا. أما إلا كونات راس الشجرة كونات راسها بحال هكا بعد منها. الحاجة الوحيدة اللي يمكن لك دير أن عندك شتائل مطعمة طعم بحال بها ديالنا حنا، ها هو إلا كانت ناض شي حاجة من تحت الطعم تحيدها. عدا ذلك الشجرة هكا راها نموذجية، خليها بعد منها. لأن الشجرة ديال الخروب خلاف الأشجار الأخرى كتولد من الداخل ماشي بحال ماشي من برا، ماشي بحال الزيتون. إذا إلا مشيتي
الا مشيتي خويتيها من الداخل كما كيديروا شي ناس هنا، واحد مراكش الله يهديهم باش ما يضيعوا راهم، كيضيعوا راسهم كيضيعوا ناس اخرين اللي كيشوفوا داك الفيديوهات. ما عمرك تخوي الشجره ديال الخروب من الوسط، الشجره كتولد من الوسط كتخويها من الوسط، شنو باغي تنتج؟ كيمكن والشجره راه الاصل ديالها غابوي، راه كتلقاها في الغابه، ما عمر شي واحد قاسها وكتولد طون طون ونص. الشجره ديال 30 عام او لا هي 20 عام، وانت تجي تبقى تقلمها من الوسط راه ما يمكنش. هاي التكوين ديالها هكا كدير، الشجره ديال الخروب عندها خصوصيه ماشي بحال الاشجار المثمره الاخرى، لذلك الله يخليكم الشجره ديال الخروب ما كتخواش من الوسط، كنقولها وكنكررها، الشجره ديال الخروب كدير لها تقليم التكوين كما قلت في الفيديو السابق. تقليم التكوين انك تختار واحد 3 ولا 4 ديال الفروع الرئيسيين تخليهم يكبروا بحال هذا الشكل، وملي كتكون عندها تكوين طبيعي بحال هذا النوع خليه ما تهضرش معاه. هذه الشجره تبارك الله كون الناس راسها راسها، هذا بعد ما نهضروش معاها نخليوها. الطول ديالها تقريبا حاليا 1.70 متر، كملت العام الى سخر الله بقى النمو ديالها غادي مزيان، راه العام الجاي غتكون فات 3 متر، وتقدر تدخل في الانتاج ابتداء ماشي من العام الجاي وانما يونيو 2024. في يونيو 2024 يبدا الانتاج ديالها، تزرعات في يونيو 2021. دونك هذه السر هادشي شنو هو، هو العنايه بالشجره، ان تكون شجره تاخذها من الطعام، عارف لي من كتاخذها. حنا كناخذو المشل الاربوفير ونصح الناس فيه بزاف، لان السيد اللي متبعو اللي مكلف به مختص في الخروب، عنده الاشجار الام ديالو اللي كياخذ منها، عارف الذكر عارف الانثى عارف الانواع اللي كياخذ منه، عنده 5 ولا 6 ديال الانواع اللي كياخذ منهم، اللي هما كما قلت كاينين وليد رزرون 3 ديال الانواع، بنيامين لال نوع واحد، وكاين نوع السكوره ونوع المنزل، يعني 2 انواع ديال صفرو و 3 ديال الانواع ديال وليد رزرون ونوع ديال بنيامين لال، عارف شنو كياخذ، يعني كيعطيك المنتوج. بالمناسبه في هاد الضيعه راه عندنا الانواع، عندنا الانواع كاملين اللي ما نقدرش نتعرف عليهم دابا حتى يبدا الانتاج ديالهم. كتاخد شجره شتله كتاخدها صغيره ممكن تاخد كبيره، ما يفوتش ديالها الارتفاع ديالها على اقصى تقدير 50 سنتيم، ما تكونش اكثر من هذا الشيء، لان الشجره كون ما كبرات يعني عندها واحد الجذر هو اللي مسؤول تحت، هو اللي مسؤول على النمو ديالها، بحال الجذر الرئيسي هو اللي كيهبط في الارض كيقلب على الماء، هو اللي كيقلب على الاملاح وكل شيء. هذاك ماشي بحال الاشجار الاخرى، الا تقطع هذاك الشجره ما كتنموش، راه الله يهديكم. شي وحدين كيمشيو يشريو الشتائل وكيلقاو خارج لهم جذور من تحت ويقطعوا الجذر، نسولو دوك الناس يقول لك راه ما صدقتناش الشجره، ما صدقناش الخروب. علاش ما صدقلكمش؟ انكم شريتو شجر كبير ماشي شجر صغير، وقطعتو له داك الجذر اللي مسؤول على النمو ديالو، هادشي علاش ما صدقش. ثانيا الحفره على الاخر خصها تكون 70 على 70 في جميع الاتجاهات، في العرض في العمق وفي القطر ديال الحفره، 70 سنتيم اقل ما يمكن. عندك ما دير اكثر دير متر باش كتوفر لها فين كينمو واحد النمو الجذري ديالها كيكون مزيان، باش الشجره تبارك الله كتطلع لك بحال هكا. ملي درتي شجره صغيره حفره صغيره 20 ل 20 ل 30 ل 30 غتكبر، ماشي ما تكبرش، كتاخذ وقت طويل، غتاخذ وقت مضاعف. الناس اللي كيقول لك 14 عام عاد كتعطي الشجره، راه هادشي علاش عطاتو الشجره، راه الخروب راه دايرها فوق الحجر وغتصدق، ولكن كتعطل. حنا الان بعد كنسجلو هاد الفيديو والامطار، امطار الخير كتهطل علينا، واخا حنا دابا في شهر 7 الحمد لله. هاد الشجره من النوع اللي كيحتاج التقليم. كيفاش التقليم ديالو؟ لان هاد الشجره تقريبا فيها 2 متر وبقات غادي على فرع واحد، دونك هي عاد مؤخرا هي بدات تخرج، خرجت هاد الفرع هذا هنا وهذا هنا، لكن من هنا مازال ما خرجتش. دابا هادي شنو غنديروا لها؟ نجيو من الفوق ديالها هكا ونحيد، نضربوها من الراس هنا باش تخرج لنا فروع اخرى. كتر ما تخرج لنا فروع اخرى نختار واحد 3 ولا 4 د الافرع الرئيسيه ونخليوها، ما نعاودوش نقيسوها بلا ما نخويوها من الوسط كما كنقول. هادي تبارك الله سيد الشجره ديال العام تقريبا 2 متر اللي فيها، تبارك الله.
هنا عندنا الفجيه اللي تحت لنا، كنا عاودنا صلحناها كما كتشوفوا، مازال مساله الحجر، لان ولينا حرتنا مره اخرى طلعنا الحجر. هادو كاملين، هاد الشجر اللي لتحت كامل تزرع في شهر 10، يعني مازال صغير كما كتشوفوا، هم الاشجار هنا، ولكن كلهم دابا النموات جداد كاينين فيهم. هادو واخا الجراره الطول ديالها الشتله، الطول ديالها واحد 50 سنتيم، ولكن من هنا شهر 11 ان شاء الله كما قلت لك نشرح هذا جولي فيها واحد 120 قبل 130. هذه شجرة أيضا كنا غرسناها، ولكن حولناها، بني حولناها نمو ديالها توقف شوية، دابا عاد تبارك الله مرة أخرى انطلقت في النمو. أنتم كتشوفوا النمو الجداد، هما هادو اللي بالأحمر، الطول ديالها تقريبا حاليا واحد المتر و متر وخمسين. كتشوفوا أمطار، أمطار الخير كتساقط، كتهطل بزاف. غنضطرو ما نطولوش، ما كرهناش نبقاو معكم في هاد الأجواء تبارك الله ديال أمطار الخير، ولكن غنضطرو نختصرو شوية ونكملو فيديو آخر إن شاء الله. هادي الجزرة تا هي ديال العام، هادي بحال الجزرة الأخرى اللي بغيتكم، هي ديال جوج متر، نفس هذا هي لحسن الحظ تفرعات. هانتوما كما كتشوفو هنا، ها فرع وها فرع وها فرع، ولكن رغم ذلك هادي غنديرو لها تقليم التكوين، لان الفروع اللي طالعه ما متوازناش، غنديرو لها تقليم التكوين باش نقلبو على واحد التوازن بين الفروع. هادي شجره اخرى تقريبا، اقول كيما الاشجار اللي تغرسو في شهر 6 كاملين تقريبا فيهم واحد متر و60 متر متر و70، ما عدا الاشجار اللي تحولوا وتوقف النمو ديالهم. هادي يعني عندنا الجلبانه دايرينها في بين الاشجار، بحكم ان الاشجار مازال صغيره، ولكن اون فوا هاد العامين ولا 3 سنين ما نبقاوش نديرو الزراعه التبينيه، لان تكون الشجره كبرات. هذا نوع اخر، هذا غالبا من نوع ديال مولاي ادريس الزرعون، لان هو اللي كيمشي بهذا، كيمشي بالعرض تقريبا، العرض موازات مع الطول. نوريكم واحد الفرع هنا، هذا تقريبا ها هو، هانتوما تقريبا الفرع بوحدو فيه واحد متر و50 اللي غادي على الاطراف تبارك الله في السنه الاولى ديالو. اذا خليكم مع هاد الاجواء الجميله ديال امطار الخير اللي كتسقط هنا في الضيعه، الى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش البارطاج كما العاده باش تعمل فائده، ماشي لغايه اخرى، يعني باش تعمل فائده وكلشي وكلشي يستافد، وتابوناو ياكسو مازال ما هذا باش يدعموا القناه، والقناه توصل لواحد المستوى ان الناس كاملين يشوفوها، والناس كاملين يعرفوا يزرعوا الخروب ويستافدوا من هذا، من شجره مباركه. اذا الى فيديو قادم ان شاء الله، وعيدكم مبارك سعيد، وكل عام وانتم بألف خير.